كدبها ما توقع. هاي حلو. هاي. عرفتني؟ ايه عرفتك، مش انت محاميته لعمو رئيف؟ انت ابنها لمدام فرح ما هيك؟ ايه في شي؟ لا حبيبي، بس امبارح بالليل شفتها بالصدفة ظاهرة من بيته لتيو، عيطت لها كثير وصرخت لها ما ردت علي. مش معقول، هي ما كانت عند تيو، أكيد متغلطة فيها وبالليل بتكوني ما قشعتي منيح. ولو؟ كيف ما بدي أعرفها؟ ما كانت لابسة فستان صوف ملون فوقه مانتو جري مع بوتين أسود. طيب أي ساعة شفتيها؟ بالليل مؤخر كثير. بصراحة ما بتذكر أي ساعة على المزبوط، بس يلي بتذكره إنه عيطت لها كثير وما سمعتني. كانت مشغولة بتيو. باي. انتبهوا على رئيف اذا صار له شيء. بالك برئيف هلا؟ بمين بدي يكون بالي يعني؟ معنى كل هالشيء عم بعمله كرمال مين؟ كرمال رئيف. ايناس تقبريني ان شاء الله طعميه غزيه دخيلك بغيابي. حاضر حبيبتي حاضر. انت فرح انتبه على اولادك حبيبتي، فهمك؟ تكرم عينك. وانت ولي نايله وني دخلكم وليدي ايه؟ انتبه من هالازهر يلي مدري منين محوشتيه وجايبه منه اولاد، فاهمين؟ دخلكم؟ ريتا ما شفتها وينية؟ حبيبتي ريتا بتقلك أنا اضطرت تطلع المشروع تبعها الساعة 6:30 الصبح، عم بيركبوا لها الغرف وكل شيء عندها، وقال بتشوفك على وقت بس تظهري من هون. إن شاء الله اطلع يا رب. إيي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 
المنش في ممثلة مصرية ماتت، هي عم تعمل عملية التجميل. شو بكي طنط حكمت؟ شو قصتك؟ بدنا اياكي قوية. أنا خايفة خايفة خايفة. خلص خلص خديها من وجهنا عن جد، أحسن ما أنا أقتلها قبل البنج. أنا بحبكم. باي 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 حكمة. سلمى موصولي رحيب. سلمى في ناس تعبين منيح. ليه ساكت حبيبي؟ حبيبي؟ أنت قلتي لي حبيبي؟ عندك شك؟ أكيد لا، بس امبارح عملتيني شوي بقساوة، ما عرفت كيف بدي أتصرف، حتى ما قدرت نام كل الليل. بعرف انك عم تتعذب. كيف يعني بتعرفي شو بتقصدي؟ بعرف كل شيء، بعرف انك منك مرتاح معي. ناطرة حدا؟ هيدا اكيد دكتور روجيه. تأخرت ما هيك؟
ايه تأخرت، أنا رح روح أسأل. بظهر معك. صحيح. إيناس، بعرف إنه اللي فيك مكفيك، بس بدي أخبرك شيء. دخيلك نايلة، إذا شيء بزعل قلبي ما بقى يحمل. هلأ هو المفروض إنه بفرح، بس ما بعرف أنت كيف رح تاخديه. قولي. سيرج. ايه. سيرج بده يتجوزني. شو هو هالتعبير هيدا اللي على وجهك؟ ما عم بفهم. زعلانة، مبسوطة، عن جد ما عم بفهم شو رأيك. أنا ماني عارفة شو رأيي. أعطيني شوية وقت أفكر. بشو عم تفكري؟ عم فكر بمونيكا بلوشي. بدي خبرك خبرية، اسمعيها واعملي ردة الفعل الطبيعية، اوكي؟ ما تسيطري على حالك، كوني عفوية. كي؟ خوفتيني، شو بتقصدي؟ اسمعيني وبعدين قرري. اوكي. افترضي انه انا مغرومة. حلو. بشاب؟ لا، أخرس وأطرش. أوكي. وين راحت الضحكة؟ إنه أخرس وأطرش. إيه، يعني ما عندك مشكلة. حبيبتي شو المشكلة فيي أنا؟ خبرت أمك الصبورة المعترة يلي قاعدة جوا يلي الله يكون بعونها؟ لا بعد. إيه عال، يا عين. آخ، بكرة التعاسة اللي على وجهها إن الله راد رح تدوبل. خلصت العملية وعم بيوعوها للمدام. مرسي. مرسي. الحمد لله. طيب يلا نفوت نطمنهم إنه مونيكا بلوشي ظهرت. بس بليز ما تخبري شي للماما، أوكي؟ إيه أكيد ولو. هودي الأدوية الناقصين بتعطيهم بالإدارة لشخص اسمه مازن، وبتقولي له إنه هودي مني أنا لشهيد، وقولي له كمان إني أنا طالع لعنده بكرة. أوكي. أنت طالعة على المركز مطرح ما بيتعالى الشهيد؟ إنه أكيد. إنه يعني بتشوفها طبيعية دكتور إنه رولا تروح هيك لعند شهيد وهو معه سيدا؟ ماهر شو عم بتقول؟ عم بقول اللي لازم ينقال. لا ماهر، مش هيدا اللي لازم ينقال. مريض الصيدا بحاجة للدعم، بحاجة لأهله، ما فينا نتركه ونخاف منه، وخصوصي إنه ما في داعي نخاف منه. هي أكيد ما في داعي، لأنه هو أبداً منه مرض مميت. بس هالمرض ما بينتقل بسهولة. أنا ضد إنه رولا تختلط فيه. شو؟ بدك إياني أترك خيي هو مريض؟ رولا، خيك ما معه قريب، وأنا ما عم بطلب منك إنك تتركيه، بس خيك معه صيدا. بتعرفي شو يعني صيدا؟ أكيد بعرف شو يعني صيدا. لكن ما فيك تخاطري بحالك انه هيك عنده بس. انا بدي رافق خيي بعلاجه كل يوم ماهر. هالشي بضايقك؟ اكيد بضايقني. انا بخاف عليكي، من حقي انه خاف عليكي. بعتذر، حتى لو هالشي بضايقك ما فيي الا ما اعمله. هيدا خيي وما رح اتركه لحاله. هيك لكن أكيد. طيب طيب رولا، شفت دكتور كيف عم بيعملني؟ ما بقى يحبني. أنا أكيد إنه ما بقى يحبني. وين راح حبنا الكبير؟ وين؟ بعده بيحبك رولا، مثل ما شفت بحبك كتير كمان. وانت لازم تكوني منطقية وتفكر شوي مثل ما هو بيفكر. أولاً بخاف عليك، ثانياً بخاف على حاله. ما تنسي إنه السيدة بينتقل بالعلاقة الجنسية،
يعني كل يوم بده يتأكد إنه أنت منك حامل الفيروس حتى يسترجع يقرب عليك. هو هيك بفكر، مش هين عليه. طب شو لازم أعمل دكتور؟ ما في أخسر ماهر بهالسهولة، خسرت كل شيء كرماله، خسرت شرفي وكرامتي وصيتي، تعذبت كتير كرمال حبي إله. معقول بس قربت القصة تخلص ونصير لبعضنا يخلص حبنا هيك؟ شو قصتك رولا؟ الحب في طلعات ونزلات، يعني مش كل ما صار سوء تفاهم بين اثنين أو تخانقوا شوي يعني الحب خلص. طب شو لازم أعمل دكتور؟ هلأ بتاخدي الدواء وبتروحي لعند شهيد وبتشوف كيف مرقت عليها الليلة، وبعدين لكل حادث حديث. بدك شي من ميرا؟ لا حرام، ميرا عندها فحوصات وراحت منع بكرة، الله يكون بعونها. ميرا ما بينخف عليها. بصورة اتأخرت ولازم امشي. باي باي. باتريك، ما بعرف شو صار معي هذيك المرة، طلعت من حالي، مشان هيك بعتذر منك. وأنا كمان بدي أعتذر، ولو ما نحن مثل الإخوة. المهم كيف صرت أنت؟ ما بعرف. ليك في شي مرة دهرت مع بنت طلعت مجنونة ومهووسة. مجنونة؟ كيف يعني مجنونة؟ بالتخت؟ ولك لا يا عمي، مجنونة يعني بتعمل لك مشاكل وبتهددك وشي من هالنوع يعني. لا الحمد لله. بس ريشار ابن عمتي فيق له؟ ريشار؟ ايه ريشار. ايه مرة دهر مع بنت وطلعت هيك، طلعت له عيونه من وجهه. طلعت له عيونه؟ كيف يعني شو عملت؟ شو عملت؟ ليش ما عملت؟ ولهديك مجنونة؟ هيدي اللي عندي ما بتشكي من شي كمان. تأمرني أحمد يا حبيب قلبي، تأمرني. شو هالمفاجأة الحلوة يا ستي؟ شو عم تعمل هون؟ وين أمك وأخواتك؟ أنا جيت لحالي. لحالك؟ اقعد يا ستي اقعد. بك شي يا ستي؟ لا
بس اشتقت لك. هي تأمرني وأنا كمان. وأنا اشتقت لك كتير يا حشيشة قلبي. عمك محمود مش هون، ما في غيري أنا هون. معنا منشوفك إليك. يا حبيبي يا تأمرني. تأمرني أنت يخزل عين عنك، صرت شاب يا ستي. كيفن أخواتك؟ ماه. كلهم منيح؟ شو بدي أعمل لك لتاكل اليوم؟ كشك. لك تكرم عينك يا تأمرني. يا حبيب قلبي يا تأمرني. مش مصدق إنه عم شوفك يا ستي. دخيل كون، لا بدي كون مونيكا ولا بدي كون أنجلينا. ليكي ليكي إيدي ليكي. روقي روقي. نايلة شو قصتك؟ شو ولا مرة شافي حدا عامل عملية تجميل؟ إيه بس عن جد المنظر كتير بخوف. خلص شرفكم ما بقى تجيبوا السيرة، عن جد بغطى قلبي. بليز. أوكي لكن سكري سكري تمك. أنا ما لحقش. صرنا ثلاثة سعدين. فشار تسع دين قال. أنت بدك عملية. والله شو؟ لهون. إيه منيح ظبطتيها نايلة. اسكتوا اسكتوا، اثنيناتكم بدكم عمليات. رولا بعدك عند شهيد؟ ايه دكتور انا صرت بالمركز، بس شهيد رح شوي مع الحكيم، ما بعرف شو بده منه. رولا انا تركت اسمي عند ربا بالمستشفى، اذا بدهم شيء. خير في شيء؟ تلفنوا لي هلا انها ماتت. شو؟ ربا ماتت؟ ايه وشهيد كل يوم كان يحكيها، اليوم بس يحكيها عشية رح يقولوا له رح ينزعج كتير. شو بدي اعمل دكتور؟ دخيلك ما تتركني لحالي. اسمعي رولا ابعدي عنه التليفونات وخليكي لحده لكنت انا خلصت من الكلينيك وجيت لعندك، وكمان ما بدي ميرا تعرف. ميرا عندها فحوصات اليوم للساعة 8 عشية، وعد تلفني لها. اوكي اوكي بليز دكتور ما تأخر علي نطرتك. اوكي اوكي باي رولا. باي باي. ايه طلعت من العملية بس موجوعة كتير. مش رح تروحي على الشغل اليوم؟ لا ما عندي شي بالمكتب، عم فكر ارجع على البيت ودرس الاولاد لانه عندهم اكزامز وبعد ما حضروا شي. طيب حبيبتي بس قوليلي شو بدك تعملي. في شي؟ لا بس تتخيلك عطول وينك. طيب اوكي حياتي باي. يعني هلا رايحة على المحل؟ ايه حبيبي مش طايقة بقى ابقى هون، طبقة قلبي. طيب حياتي هلا بس توصلي تلفني لي واعطيني رأيك. اوكي يا قلبي. نايلة حبيني؟ اكيد. تجوزيني؟ خلص بقى يا سئيل يلا باي. باي. دخيلكم دخيلكم موجوعة. اي ناس شو حكمت؟ وينك؟ دخيلك قولي لهم قولي لهم ما بقى بدي ما بقى بدي. لك يا حكمت ما بقى فيه ما بقى بدي. خلص عملوا العملية يا عمي ما بقى بدي خلص. روقي حكمت روقي روقي. عمره ما يكون رقيف، عمره ما يكون رقوفتي، ما بقى بدي. يا حرام على حكمت. لك انا حكمت انا. لك يا حكمت انت وعم انت موجوعة عم تمزحي. روقي روقي يا حكمت. قطع يا رقوف شوفني بأي حال يا حبيبي. وينو أحمد؟ عصب كتير، كسر القنينة وركض على الطريق. شو؟ ليش؟ اجت وحدة حكيت معه وكسر القنينة وركض على الطريق. مين يعني وحدة؟ رحت عند عمو رئيف. أنا راجعة ماني مطولة، انتبهوا على حالكم. شو بها ماما؟ Thank you.
خليك انا بس. صباح، شو قلت لابني؟ شو قلت لابني؟ فرح يا بنتي، شو الموضوع؟ استاذ رئيف، مو المعروف في مجال تتركنا لحالنا شوي؟ طبعا يا بنتي، اهلا وسهلا فيك. شو قلت لابني؟ كيفك مدام فرح؟ لا كيفك ولا بلوط، شو قلت لابني لكسر وجن؟ ماشي، قلت له كيف هالماما؟ شفتها ظهرة آخر الليل من بيته لتيو، عيطت لها كتير وما سمعتني. واطية! وطي إيدك، بعد ما شفت شي من وطاوتي أنت وتيو تبعك يا محترمة. حسابك عندي، بس لا اطمن على ابني حسابك عندي. شو الموضوع؟ ماشي، مهم منكفي. ايه حبيبتي فرح، شو في؟ شو بكي؟ بليز تعال عندي. يا بنتي بيبقى عندنا استاذ رئيف، انا تاخرت كثير ولازم امشي هلا ضروري. شو بيكي؟ صار لك من ساعه مستعجله، مش انت قلتي اليوم بنعمل جلسه طويله ونبحث بكل هالقضايا؟ معلي اذا بتريد خليني في هلا، عندي شغله ضروريه وبرجع. صباح، شو عم تعملي هون؟ شو دغري خبرتك الست؟ خبرتني؟ انت شو خبرتيها؟ ماشي ماشي. صباح، انت شو خبرتيها؟ شو قلتي لها؟ ما تمد ايدك علي تيو تندم. شو انا مجذوب تمد ايدي عليكي؟ انا رح اتصرف معك مثل ما لازم. مش بس انت المحاميه الوحيده بهذا البلد، في كل محامي بدق راسه بالسما. اذا انا ما خسرتك شهادتك وحياتك وفوتك على الحبس ما بيكون اسمي تيو النجار. قالت له انه شافتني ظاهرة من عندك بالليل. كيف عرفت؟ كانت عم تتجسس علينا. ما عم بعرف وين احمد، شو بدي اعمل؟ تي قول لي بليز شو بعمل. مش نطلع البيت؟ لا لا، مش بالبيت، ما بدي يشاهدوني ولا يشوفوني، هيك بخافوا. طيب وين بدك نقعد؟ لازم نقعد تنحل الموضوع. بنروح عند ابو ناجي. يلا.
هاي حياتي. هاي. اجوا هول تبع الوظائف، فيكي تروحي تشوفيهم. هاي ريتا. هاي هادي. هاي جوني. هاي. جاي شوفك شوي، الولاد عند اهلي، قلت انا بركة بدك ساعدك بشي. اكيد فيك تساعدني. في شي 20 شاب وبنت مقدمين على وظائف، بدي نقي منهم بس 12، بتنقي معي؟ اوكي. اوكي. بس بدك تحط معي علامات. يلا. والعلامات على الكفاءة مش على الشكل. اوكي. هون مش مباراة مس ليبان. يعني إذا بنت حلوة ننجحها وإذا وحدة مش عم سقطها. هلا شايفتينا واطي. مرحبا. يا اهلا. حضرتك الست نيلة؟ ايه نعم. بعتنا استاذ سيرت تنظف. ايه اكيد. كل ادوات التنظيف يحن بالسياره، بس بدي 3 ساعات ماكسيموم يكون كل شيء نظيف ومثل الفل. ها اوكي. تفضلوا معي الحقوني. اخ يا ناس، اخ اخ. يدل عليك يا حكمت، هالقد موجوعه؟ موجوعه موجوعه كثير كثير، ومن برا من جوا من جرح العمليه من قلب المجروح. ما بعرف. بعرف حكمت، بعرف شو عم تحكي. اللي منحبهم كتير أوقات بجرحونا بشكل كتير كبير، وبنعرف أنه ما بقى بيستاهلوا حبنا، ومنضلنا نحبهم مثل المجديب. انت قلتي مثل المجديب نضلنا نحبه، بس أنا ما فيني أعيش لوحدي. أنا ما قلي بهالدني كلها إلا رئيف، لازم يرجع لي، لازم يرجع لي تعيش معه، لازم يا ايناس، لازم. ان شاء الله خير حبيبتي، ان شاء الله خير يا رب. لك كيك؟ ما إلي نفس. شو خي يقسين على الآخر الهيئة؟ كل شي خطر ببالي إلا قصة السيدة رئيف، ومشكلة رئيف خلصنا منها. منين إجتنا المصيبة؟ شو صار هلأ؟ طلبت منها أنه ما تقرب من خيها، هي ما قبلت. والدكتور العظيم حبيبة لميرة عملي درس بالطب والأخلاق، وإنه ما بيصير شي والسيدة ما بيعدة. قصة طويلة عريضة. ايه بس هو معه حق. كيف معه حق انت كمان؟ نحن ياما منجيب مرضى بالسيدة من بيوتهم على المستشفيات بسيارات الإسعاف، المهم ما يكون في دم. عبير فهمي علي، أنا وضعي غير. أنا ورولا في علاقة، في علاقة جنسية. ايه بس مش هي المريضة خيا. بس ممكن تنعدي كمان. أنا بفتح. أهلين، مهر قال لي إنك سافرتي، شو عم تعملي هون؟ زهقت فرجعت، مرقت هلا على البيت ما لقيت في حدا. عم دق لها رولا وميرا ما حدا عم يرد علي، في شي لازم أعرفه صاير بغيابي؟ فوتي فوتي. عندك شي فكرة وين معقول يكون؟ لا والله يا أستاذ، بس ليش ما بتتخبروا الدرك؟ لا معلش، خلينا ننطر شوي بركي طل. طيب أنا طالع على برا، عندي شغل. مرسي يا أبو ناجي. وين معقول يكون قولك؟ ما بعرف. امبارح رجعت كان كتير زعلان، كان قاعد ناطرني بالعتمة لحاله. قعدت أحكي معه، قلت له حبيبي شو بك؟ قعد يخبرني قديه مشتاق لبيي، عم يحكي بحرقة إنه ماما أنا كتير مشتاق لبيي،
أنا ماني مبسوط بحياتي من دونه. قاعد يسأل حاله إنه ليش هو مش غيره؟ وليش هو صار فيه هيك؟ هذا شيء طبيعي. تعرف شو مشكلته أحمد؟ إنه عنده همين. هم إنه مشتاق لبيه، وهم التاني خايف مني، من تصرفاتي. خايف إنه أنا استبدل بيه بحدا تاني. إذا لاحظت شادي ونور عم يتقربوا منك، عم بيلاقوا فيك البديل، بس هو ابدا رافض الفكره كليا. لانه بيعرفوا وبفقلوا هن. لا صح مزبوط. بتعرف انا معي كل ارام اصحابه، عم فكر بلش اتصل بكل واحد منهم فتش عليه. معلش خلينا ننطر بركي اجا. احمد صار شاب وصار اكبر من انت بتتخيلي. خلينا ننطر شوي، واذا تاخر بنتصرف. طيب انت قوم روح على الشغل، انا رح روح على البيت انطر هونيك. لا انا ما رح اتركك ابدا. تيو بليز، بركي رجع فجأة، ما بدي اشوفك عندي بالبيت بليز. هيدي حماتي. الو فرح. ايه مرت عمي، كيفك؟ كيفك يا تقبريني؟ منيحة مرت عمي، كيفك انت؟ ولو هيك بتبعتي احمد لحاله لعندي؟ انه اخواته يعني ما بيسا اشوفهم كمان؟ يلا يلا جيبيهم كلهم وتعي، أنا وأحمد ناطرينكم. أحمد طيب بتعطيني يعملي معروف بدي أحكي؟ يا حبو برا. يلا دقيقة لحيط له. أحمد أحمد تحكي مع أمك يا ستي، رح أعمل لك كشك يا تقبرني. ألو أحمد حبيبي، ليه ما قلت لي إنك طالع عن ستك على الضيعة؟ انشغل بالي عليك. خلص ما تجوا أنا برجع. لا حبيبي خليك، برافو انك فكرت تشق على ستك، نحن هلا جايين وراك، اوكي؟ يلا باي. انا ماشية. هيك لكان انه طاط حكومة عملت عملية تجميل، لازم شق عليها. وشهيد صار بالمركز ودكتور رجع بيهتم فيه كثير. ورولا عم بتضل عنده، رايحة وجاية وبتتعامل معه مش كأنه معه صيدة. بحكيها ما بتسمعني، كأني مش موجود. والدكتور رجع بيقنع انه ما في شي خطر، بس انا كيف بتأكد انه ما في شي خطر؟ كيف بصير جي قريب منها مثلا؟ فسرولي. خلص حبيبي انبسطوا وطمني امك انه قصة الحب اللي كانت بين ماهر ورولا خلص انتهت. ليش عم بتقولي هيك؟ كل حب بيمر بمراحل طلعات ونزلات. هيدا غير شي، رولا المعطرة مش رح تقدر تترك خيها، وماهر اكيد مش رح يقبل. خلص اصلا تعودت العيلة على الخسارات. دخلك اميليا وينها؟ سافرت ولا بعد؟ كانوا عم بيقولوا بعد ما سافرت، بس قاعدة ببيتها ومسكرة على حالها الباب صار لها يومين. دخلك انت ليه رجعتي بكير؟ نور المعطر رايح لينبسط، قمت انا رحت كاشي وجهي بيقطع الرزق، قمت تركته ورجعت. وما زعل؟ ما بعرف، فليت كن نايم. لا عن جد مجنونه انت، مجنونه شرعيه. بشرفك عبير، خبريني شي جديد. اليوم ما منلحق حياتي اصلا حبيبي، كل شي جاهز هون بالمحل برا، حتى في القارمة هون في رفوف، في مطارح للزهور. بتصدق في بويات بعد فيها زهور اصطناعية يعني فينا نستفيد منها ونبيعها؟ المهم هلأ من هون لشي ساعتين ثلاثة بس يخلص التعزير فينا نبلش نجيب بضاعة. طيب حياتي هلأ بس خلص دوامي، أنا بروح لعندك مع كميون شتل والزهور. إذا حبيبي حكيه هلأ، خليه حضرنا البضاعة، ما بدنا كتير بعدنا نخلص تنظيف. طيب بأمرك. تيامو I love you. نحنا لازم بلش نحكي لغات، عم نعمل تجارة إلى علاقة مباشرة مع السويح. طيب ليكي وإيش اللي بدش كمان. يلا باي. خلينا نحكي تيو، مش وقته هالموضوع هلا. ليش مش وقته هالموضوع هلا؟ نزلت طمنتي على أحمد إنه ما بوشي، صرت أنا ما إلي عازي يعني؟ شو هالحكي هيدا؟ إنه شو بدي كاني أعمل يعني؟ الصبي بالويل تيو. كلنا بالويل فرح، مشان هيك لازم نقعد حتى نشوف كيف بدنا نحل مشاكلنا.
بس بدي افهم ليش كل ما صار مشكل صغير بتحسسيني اني دخيل على عائلتك انه انا السبب، وما بتنحل الا اذا فليت وانسحبت. ليش؟ انا مش هيك قصدي. لكن شو قصدك فرح؟ بليز ما تعصب. انت بدك ياني ولا لا؟ هلا بدي جوابه بسرعه. تفهم علي، حس فيي، انا مشتته مقسومه، انا مش عارفه اجمع حالي. بمساعدتي بتجمعي حالك اذا انت بدك. شو يعني؟ شو لازم اعمل؟ لازم تفرضيني على حالك وعلى حياتك، لازم تفرضيني على اهلك واهل جوزك وعلى اولادك. اقل من هيك ما بيمشي الحال. فرح، نحن قصتنا بدها مواجهة، يمكن تعمل حرب كبيرة بس فينا نربحها. انت فيك تفرضيني على حياتك؟ قولي. لا، مش مستعدة. كنت عارف انك اضعف من حبك الي. ليكي فرح، انا ماني ولد صغير وانت مالك بنت صغيرة كمان، بس انا قبلين فيكي مثل ما انت أرملة وعندك ثلاث أولاد من غير دين كمان، وبلين أفرضك على مجتمعي وحياتي وأهلي. لما يصير فيك تعملي نفس الشيء حكيني، وإلا عن جد أتمنى عليكي ما تحكيني أبدا. تيو، بليز ما تتركني. مش أنا اللي عم نتركك، انت عم تتركيني. بس انا بحبك وانا بموت فيك، بس مش هيك، مش هيك بتتعالج الامور. انا مستعد احبك وعيش مع اولادك لاخر العمر، بس مش مستعد انترك لاخر العمر. بس تطلع من السواد اللي انت فيه والعتمة حكيني، ساعتها ما لازم نخاف من شيء.